هذا شوف سؤال الجمهور ونرجع تاني. نفسي أتخن. ايه أكثر وزن وصلتي ليه وخسيتي فيه قد ايه؟ طبعا لما تتسأل سؤال زي ده الأمهات يافعات ناضجات أكثر وزن وصلتي له ايه؟ طبيعي الإجابة الطبيعية بتقال أثناء الحمل. طبعا أثناء الحمل وصلت للرقم البيك. وصلنا إحنا ما كناش يعني تخان قوي في حياتنا العادية يعني. كنا جسمنا كويس بس مش كل واحده بتتخن زي التانية وقت الحمل. بس دايما اعلى وزن عندك وقت الحمل. وقت الحمل طبعا لان انت في الاساس احنا مش سمان طبعا اللي هو مثلا انت 120 كيلو فلما حملتي بقيتي 125 لا كلنا كنا حاجه و60 حاجه و50 بس في ستات بتحمل ميه يعني البيك بتاعنا متفقين عليه ان هو الحمل. الحمل طبعا الحمل اكتر وزن نزلت له ايه؟ انا بتهيألي دلوقتي انا بالنسبه لي ده الوزن اللي انا وصلت له. الوزن بتاعي ده هو الوزن المثالي بالنسبه لي يعني كيلو فوق كيلو تحت لكن مش اكتر من كده. اقل وزن في حياتي بس انا ما بتخنش قوي ما بتخسش قوي يعني هما 3 4 كيلو فوق وانت كمان هتلاقيكي زي 3 4 كيلو فوق 3 4 كيلو كلنا كده على فكره هتلاقيها بتنزلي. لا لا انا زدت طبعا في الحمل. لا واقل كلنا زدنا في الحمل. اقل وزن لا كان من كام سنه كده مش دلوقتي. لا لا مش دلوقتي. وانت لا طبعا زدت في الحمل بطريقه بشعه. واقل وزن يعني كنت تحسي ان انا يعني دبه متحركه يعني حاجه كده كنت بتدحرج مش بمشي في الحمل بتخش في رجلي مفيش جزمه في المرتين في المرتين. ما دي بتبقى طبيعه. واقل وزن وصلتي له؟ واقل وزن وصلت له بعد ما بولد على طول. بقرص على نفسي قوي تلاقيني نزلت خالص خسيت جدا شغلت خالص وبعدين ابتدي اكل طبيعي بقى فاروح ارجع الوزن الطبيعي. طيب هنرجع